طيب الطريقة فيها برشا طرق، هي يعني ديني كل بنينة ما نعرفش المنونة ذوقها بنينة. ايه هي اليوم قررت نعملها بالطماط فخيش، ما تعملش باش نستعمل برشا الطماطم المعجونة، دونك نحبها بالطماط فخيش. عرضتني طماط سوريس في السوق في الخضارة، باش نضرب عصفورين بحجرة، طماط فريج وطماط سوريز وتجيب لينا على الاخر. هوني الفرويد مير اللي يحب، راهو الفرويد مير اللي يحب ياخو الحاجة اللي يحبها. انا هوني خليت شوية قرنيت، لقيت شوية شويبي، خليت شوية شويبي وشوية شفريت مام باغ دي كروفيت. عجبتني الكروفيت الشفريت الجيدة بنينة على الاخر، تجي تاكل انت سباجيتي تجي بنينة معاك بنينة معناها، بنينة وصغرونة وبنينة ومش غالية على الناس على برشا الاخر. فوالا على الاخر. دونك هوني انا خذيت 5 كعبات طماطم، دو بريفيرونس نغليهم في شويه ماء قبل ما نرحيهم، نحي الزلده نتاع الطمطومه ونرحيهم في الروبو صحر، ولا حتى نفرشهم، نرفسهم بفرشيطه تترفس معايا. دونك خذيت الطنجره نتاعي، حطيت شويه زيت، عندي مغرفه ثوم وريقه ترند، حطيت الطومات هذيك فريش بيان سور، الطومات كي 8 كعبات طومات سوريس، مغرفه صغيره طماطم معجونه، ومغرفة صغيرة هريسة عربي. بيه خليت كل شيء يتقلى هوني، زدت شوية ماء وباش نبدأ نفوح، شوية بيه تابل، شوية فلفل أكحل، شوية فلفل أحمر. أنا هوني حطيت شوية برك كركم نجم نستغنيو عليه، اي وشوية فلفل أحمر. هوني باش نحط الصحر، باش نحط مغرفة كبيرة فوق، راهي المقرونة فرويد مير تحب برشا فوق، بيه وباش نخلي الكمون حطوه على جنب مغرفة صغيرة للآخر عطاو نوصلوا له. اي خليت الصوص نتاعي هوني يطيب الكل، خليت القرنيت بيان سور هو منظف حاضر باش، وشويه بقصيته غليت بشويه بشويه القرنيت وحده وشويه بوحدهم في شويه ماء، الشفريت نتاعي مقشر على جنب. هوني نطلع على الصوص نتاعي نلقاه بدات تطلع فك الريحه البنينه والكل، نحط القرنيت وشويه بيطيبوا، نخليه الشفريت خاطر فيهاش روح تتحط اخر حاجه. دونك نعاود نمرق لها شويه ماء ونخليها تغلي في الاخر بالكل، باش نرجع نحط الشفريت ونحط الجرينات الفلفل نقسم هوني دي كوب صحر، ونخليها على نار هاديه اونتر طون، نحط الماء ونصب السباجيتي نتاعي، ومن بعد باش تبدأ نخليها مشخشخة في سباجيتي الصوص. شويه الدنتي شويه ايه شويه بيه طيب، نستقطرها مليح ونحطها على الصوص، تكمل تشربك الصوص صحر نتاع ايه الفرويد مات، بيه وبيان سور هاك المغرفه صغيره كمون في الاخر ولو توغي جوي. لو انا توغي هوني جوي نعمل لك في الصحن لك رشه المعدنوس، ما عادش تعجبني في صحيح مع المعدنوس، الماء تعجبني في يجي المقرونه طيارة. في ايه الفرويد مير، صحيح صحيح يعمل صحيح بنا على الاخر. صحيح دونك وقرن فلفل مقلي تنجمه صحر على شلا نزينوا به البلا، ايه وهوني البلا نتاعي حضر ساهل ماهر كيما نقولوا. والفروسات هذيا تنجموا تعملوها شوفريت حرفي فوالا كروفيت حرفي، تنجموا تحطوا الفرويد ماهر اللي عندكم تمشي، حتى بالسفن تنجموا تتبعوا جي نفس جي الطريقه، راهو صحيح نتاع صحيح البنينه ياسر مع المقرونه صحيح بالطومات فريش. صحيح. وصحه يا وشفا سيدينا ليكم، تو نتعداو للحلو. قلت علاش ما نعملوش كعبه كيك ساهله ماهله بالكاكاو. هوني خذيت ياغورتا الشوكولا من اي جران سيرفاش، لقاو ياغورتا شوكولا تاخذوها هذيك باش نكيلوا بها، دونك وباش نحطوها في الكعبه كيك، 3 عظمات الياغورتا شوكولا، الامبالاج تاع الياغورتا باش نعمروه مرتين سكر صحر هوني، مره ونص زيت نباتي، باش مرتين فارينه، ساشي خميره، ومره كاكاو. دونك اول حاجه باش نركز العظم والسكر والكعبه الياغورت مليح مليح في بعضهم، ومن بعد نزيد الزيت ونغرب الفرينه مع الخميره، ومن بعد نحط الكاكاو وندهن المولا كيك نتاعي بالزبده والفرينه، وندخلها للفرن 180 درجه لمده 25 دقيقه هوني، نطفيو عليها الفرن ونخرجوها بنينه على الاخر، باش تجينا تشبه شويه للبراونيز هذاك اللي يتباع، عرفتوا البراوني كعبه البراونيز، وتجي بنينه على الاخر وفاوحة، وكحاجة نبدلوا بها المطعم لصغيراتنا وتتهز لهم جزادة. تري بيان، وصحة وبشفاء ليكم للناس الكل. شكرا ليك، شكرا ليك شيف سيرين، شكرا على التمخميخه الهايله اللي بنينا. يلا نمشوا نهضموا، كليتو سي بون، فرحانين، يلا نمشوا نهضموا بالموزيكا.